بمدينة فاس نظمت الجامعة الأورومتوسطية حفل تسليم الشهادات لخريجيها المغاربة والأجانب برسم سنة 2024، وتميز هذا الحفل بحضور حوالي 1000 شخص، لا سيما الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ووالي جهة فاس مكناس والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى أعضاء المجلس الإداري للجامعة الذي يضم عدة وزراء وفاعلين من عالم السياسة والوسط السوسيو اقتصادي والأكاديمية والفضاء الأورو متوسطي. أكيد دي جامعة إلى جانب أخواتها الجامعات العمومية والجامعات الشركة كلها، يعني يكون عندها واحد دور استراتيجي وتكميلي وأساسي لأنها كتأدي خدمة عمومية بواحد نمط ديال الحكامة واحد آخر، ولكن الأساسي أنها كتأدي الواجب ديالها ديال الخدمة العمومية ديال التكوين وديال البحث العلمي وديال الانفتاح وديال الشراكة الدولية وما إلى ذلك. وهكذا تم تسليم شهادات وطنية وشهادات مزدوجة ل 452 خريجا مع أفضل المؤسسات بالفضاء الأورو متوسطي، وتلقى هؤلاء الخريجون تكوينات في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصال والهندسة المعمارية والتصميم والتعمير وإدارة الأعمال والتواصل المقاولاتي والمؤسساتي والعلوم السياسية والقانونية. أنا في غاية الفخر والسعادة بحضور حفل تسليم الشهادات لخريجي وخريجات الجامعة الأورو متوسطية بفاس الذين بإمكانهم أن يفخروا اليوم بكونهم يشكلون جزءا من نخبة البلاد وأن يتطلعوا إلى المستقبل بحماس وتفاؤل. ومن بين خريجي هذه السنة البالغ عددهم 452 خريجا يوجد المهندسون الأوائل بالقارة الذين تلقوا تكوينا على مدى 5 سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي. يذكر أن الجامعة الأورو متوسطية بفاس استقبلت في موسم 2023-2024 أزيد من 93,000 ترشيح، وتضم حاليا أزيد من 4,000 طالب، 18% منهم أجانب، ويمثل الطلبة والأساتذة الباحثون بالجامعة 51 جنسية من مختلف أنحاء العالم.